الراديو 90-90 هواها مصري. قبل ما تفكر تغني مهرجانات لازم تعمل لنفسك كشف حساب، اختبار بسيط كده بتعمله يبين لك انت تصلح مغني مهرجانات ولا لا، ولو تصلح بيبين لك بتصلح لحد كام في المية. اول حاجة بتسأل نفسك فيها هي صوتك مميز بنسبة قد ايه، وهنا الصوت المميز مش معناه ان صوتك حلو ولا لا، كده انت ما فهمتنيش. انا قصدي عشان صوتك يبقى مميز انه يبقى صوت مختلف، صوت مش طبيعي، صوت ما جاش منه اتنين. يعني لازم صوتك يبان كأنك مريض ربو مثلا، او في شوية حشرجة مضايقاك في حنجرتك، او صوت يخليك تقرب من ربنا وتتعظ وترحمنا، او صوت قطة ديلها محشور تحت عجلة موتوسيكل ما يضر. عامة لازم يبقى نبرة غريبة على الودان بعيدة عن صوت الإنسان تماما. تاني حاجة لازم تبقى موجودة في صوتك إنه يبقى مش متجانس تماما مع الأوتو تيون، يعني لو جربت تغني وتحط صوتك على الأوتو تيون ولقيته بايظ اعرف إنك كده ماشي صح، أما لو ظبط مع البرنامج يبقى فيه إيرور وتشوف لك حاجة تانية تلعب بيها. في قاعدة مهمة لأي حد عايز يغني مهرجانات، هي إنك مالكش صحاب أو كان ليك صحاب وغدروا بيك. قاعدة يعني مثلا بختي مال ما لقيتش صاحب سندال، دي هتلاقيها في كل رواد المهرجانات اللي قبلك، وفي أمثلة كتير من أول لو صاحبك إلا، مرورا بقى بما فيش صاحب يتصاحب فيش راجل بقى راجل، وهنا بيعيشك معاه معاناته وبتشيل همه وهو بيدور يا عيني على صاحب. جيت على البايظ ودي فيها تهديد صريح لصاحبه، بتكبرها عليا طب هفخمها عليك، وده هنا بيوريك انه جاب اخره من صحابه. او زي القدير حسن شاكوش لما قال في مهرجان كارت احمر، يا اصحابي يا احبابي انتوا فين انا مش لاقيكوا، بالسلامه مفيش ندامه الف رحمه ونور عليكوا. ده هنا راجل خلاص نصب الصوان لاصحابه خد فيهم العزة. وانت بتراجع نفسك لو اكتشفت ان اصحابك حواليك وما تعرضتش للغدر منهم ما تقلقش، ما باظتش ولا حاجه، ممكن تعوضها بانك تكون متساب من البنت اللي حبيتها وكسرت قلبك، وهتلاقي برضو رواد اللي قبلك غنوا للوتر ده. وفي امثله كتير جدا جدا، زي طبعا دائم الذكر والظاهره شاكوش لما قال وداع يا دنيا وداع على اللي باعه ما كملش، الحياه لو بيك او من غيرك دي هتمشي، او ابن اسكندريه البار حمو بيكا لما قال انا حبيتك وجرحتيني، انا صنتك لكن خنتيني، انت اكيد مش بتحبيني يا راجل، يعني انت جرحتك وخانتك وعملت فيك كل ده وجاي تتفاجئ وتسالها لا دي الكاميرا يا بيك. الحاجة المهمة قوي اللي حسبتها لكم في الآخر هي إنك عشان تنجح في اختبار قياس قدراتك على المهرجة لازم يبقى عندك منطقة سكنية بتبيع بيها، يعني مثلا أوكا وأورتيجا قالك رجالة من المطرية عملوا روحهم أرضية، أو تبقى متصيط وعلم في أرضك زي علم الطوابق إسلام سنوفة، والنجاح ده هيخليك تقف تتحدى أي حد وتقوله أنت هلس وأنا يالا من عين شمس. أنا بس عايز أقولك حاجة في آخر الموضوع، مفيش نوع أغاني مرفوض أو شكل موسيقي ما يصحش، بس في مضمون كلام وجمل هي اللي مش صح إن إحنا نرددها وننشرها بين الشباب اللي بيسمع الكلام ده. طلع قضايا كتير تقولها في أغانيك وتعبر فيها عن رأيك من غير ما تروج لأي حاجة غلط، ما بقولكش خليك مثالي وغني قصايد لنزار قباني، بس بقولك خليك مسؤول عن الشباب اللي بتسمعك وحاول تكون محرض على الإيجابية وعلى الأصول اللي أنت نفسك بتتكلم عنها في أغانيك إنها ما بقتش موجودة، بدل ما تحرض على حاجات غلط ومؤذية ممكن للأسف تتسبب في ضرر لحد مصدق فيك وبيسمعك. ولا إيه؟ ولا إيه طبعا، يعني أنت يا عم رامي عامل برنامج وبتتكلم عن الغنى والمهرجانات وأمينة مش فيه؟ لا 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 هزلت هزلت يا أمينة، وإحنا نقدر فينك وحشانة. طب رأيك إيه؟ ياللي أنت قاصد جدعنا يوسفنا ما تلاقيش صاحبتي يا معادت بالاسم فعلي ما فيش في الضحك صحبة منورة في الجرح ما تداويش قالوا خبطة مرة زبة يا حلواني ولا مية بالشواني.